هذا اللقاء التواصلي كنحاولوا من خلاله طرح المشاكل اللي عجزنا اننا نحقوها، كنحاولوا من خلاله اننا نوصلوا لبعض النتائج اللي ترضي الراي العام. وحنا عاد في البدايه ديالنا عاد بدينا العمل، من بينها طرحنا الموضوع ديال الخراب، كانت اكثر من 300 خربه خصها قرار جريء. اذا كان هذا المشروع شرف عليه سيدنا الله ينصره، خص جميع المتدخلين يشاركوا ويحاولوا يخلصونا من هذا الخراب، لان راه ما بغيناش نسمعوا داك الكلمه ديال مدينه العتيقه هي مدينه الخراب. بطبيعه الحال الملك المغرب كله ديالو والعنايه الخاصه ديال المدينه العتيقه، لان كتعتبر 12 القرن وهي الحضاره ديال المغرب، ولكن حنا عاد في البدايه ديال العمل، عاد بدينا. اذا وصلنا حنا بدينا في العمل وعاد بدينا، امامنا طريق طويل، كاين مشاكل كثيره ومتعدده، وما نجيش نقولوا حنا راه العام زين، حنا عاد بدينا العمل وكاين عمل شاق وخص جميع المتدخلين يشاركوا في هذا اللقاء التواصلي بمبادره ديال السيد الولي، والهدف منه هو انه يبقى ديك الارتباط ما بين البرامج اللي كتسيرها الاداره والمجتمع المدني اللي هو العين على هذه البرامج، اللي كتعطي لا اقول انتقادات ولكن كتعطي الاقتراحات، كتعطي انتقادات، كتعطي يعني التوجهات، باش كيكونوا البرامج ديالنا منسجمين مع الحاجيات الحقيقيه ديال المجتمع وديال الناس اللي معنيين بهذه البرامج هذه. فهذا اللقاء التواصلي اللي الحمد لله سمعنا فيه كثير من الاراء، سمعنا فيه يعني بعض الانتقادات اللي كناخذوها عن بصدر رحب، سمعنا فيه بعض الاشياء اللي هي ايجابيه في المشاريع اللي خصنا نقويوها، بعض المشاريع اللي خصنا نتفاداوها الى غير ذلك، ولكن اكثر من هذا وهو النظره ديالنا الى مستقبل المدينه، يعني كاداره وكفاعلين وك يعني سلطات عموميه مع المجتمع المدني كصوت واحد اللي كينظر الى مستقبل هذه المدينه، لانه خصو يقفز واحد القفزه نوعيه، لا من خلال المشاريع الان اللي كنقوموا بها وخصها تكون عندها واحد المردوديه، يعني هذه المشاريع ما نقوموش بها باي شكل معين، ولكن اكثر من ذلك من خلال يعني استثمار هذه المشاريع لمستقبل المدينه وانطلاق في مشاريع اخرى مكمله. فهذه الاجتماعات يعني غتكون متتاليه واحد 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 الشكل معين، باش نبقاو على كادارات معينه نبقاو على صله مع الفاعلين حتى نحققوا الاهداف المبتغات اللي كنتوخاوها من هذه المشاريع ديال الاعتبار من مدينه فاس، ونكونوا عند حسن الظن صاحب الجلاله كيسهر شخصيا على هذا المشروع ديال انقاذ مدينه فاس وغد الاعتبار المدينه القادمه.